ساحة الصمود، ساحة التصدي في مدينة سرت. اليوم الخميس 15/9، الساعة الآن 9:59. حاول اليوم عملاء الناتو وعصابات الناتو من الهجوم على مدينة سرت، مستخدمين كافة الإمكانيات والآليات والمعدات والأعداد الهائلة للمساعدة مع طيران الناتو. لكن الحمد لله رب العالمين، مدينة سرت بأبطالها وأشوسها وبرجالها الشجعان تم التصدي لهذا العدوان. وهذه اللحظة الآن ما تهتم فيها رجال جلوا، هذه اللحظة الساعة 10، هذه اللحظة الآن الساعة 10 ليلا من الساحة في سرت. هم دخلوا بمجموعات كبيرة، اعتقد انهم ممكن يخشوا لقاعة وقديقو ويصوروا، وصلوا لأماكن معينة خلسة وبعثوا بعض الصور، او قامت الجزيرة والعربية بتركيب بعض الصور. سرت صامدة، سرت منتصرة، سرت بأهلها وبأبطالها. نعم، استخدموا الرجمات القصف على المدى البعيد وقاموا بقتل الأطفال والنساء. أنا الآن كنت في المستشفى وشفت الضحايا من المدنيين الأبرياء. هذه حماية المدنيين يا ناتو، وهذه حماية الأبرياء يا ناتو. عصاباتكم تقتل المدنيين وتقتل النساء وتقتل الأطفال. سرت لم تستسلم، سرت بها أسود رجال. نداء من الثقوب، ونحمي الأمة العربية والإسلامية كلها، لأن لو قبرنا هذا المشروع في ليبيا معناها أنه لن يتقدم إلى الأمام ويضم معه بقية الدول العربية. إذا ما نجحوا في ليبيا فإن الدور قادم على سوريا والجزائر وغيرها من الدول، انتهاء بالسعودية التي هي هدف من أهدافهم الكبرى. فهذا هو مختصر تعليقي على زيارة الرئيسين الاستعماريين الإندونيسيين ساركوزي وكاميرون. نعم دكتور موسى، يعني جميع المتصلين على قناة الرأي في فتراتنا المتقدمة الموجودين في خلايا الجهاد في طرابلس سوف تلتحم بنا بإذن الله أول ما نتحرك تجاه هذه المدينة الصامدة. فأنا أقول أن الأيام الجاية هي أيام جهاد وهي أيام قتال. ادعوا لنا، نطلب من جميع العرب المسلمين أن يكثروا من دعواتهم وأن يكثروا من يعني مناشدتهم لله سبحانه وتعالى أن ينصر إخوانهم في ليبيا. ونحن نعرف من الآن أننا سوف نقدم الشهداء من أجمل شباب بلادنا، ونعتبر أن شهادتهم وأن يعني جهادهم هو لوجه الله ولوجه وطنهم ولوجه المشروع العربي الإسلامي الحضاري ضد المشروع الغربي الإمبريالي الصليبي. وينصرنا الله إن شاء الله بإذن الله.